واضحة. الشوط الثاني يعني ربما كاين هناك تراجع ديال الكتلة اللي خلى انه فريق الوداد يعني استحوذ وخلق فرص يعني ولو انها ماشي واضحة، ولكن دائما كانت ديك الاقترابات عندنا الاحساس انه في خطر. اكيد انه خصنا ان شاء الله نتحسنوا في اننا نحافظوا على العلو ديال الكتلة ديالنا طوال المباراة، وايضا بدنيا المهاجمين ديالنا قاموا بادوار دفاعية كبيرة في الشوط الأول. في الشوط الثاني يعني الطراوة ما بقاتش باش نبقاو نخرجوا المرتدات اللي كانت متنفس لينا في الشوط الأول باش تتريح يعني المجموعة اللي كانت دافعات بشكل جيد في الشوط الأول. فبين على أن الفريق فتح قدم مباراة محترمة صراحة من ناحية التنظيمية. فريق الوداد عنده إمكانيات خصوصا من ناحية الهجوميات، تنظيمنا صعب عليه الأمور فترات طويلة في المباراة، في المقابل جاتنا فرص باش نهيو يعني ونتقدم في التسجيل خصوصا في الشوط الاول. نهاية الشوط الثاني قد تسجيل فرق كبير، تتبع هذه النجاعة هي النقطة اللي ممكن نشتغل عليها ان شاء الله في المستقبل. فريق الوداد ايضا يحسب له انه ايضا بحث على الفوز طوال 90 دقيقة، ولكن عندنا واحد الاحساس انه كان ممكن نخرجوا شي حاجة اكثر من الهزيمة.